السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفنا أن نرحب الآن بالدكتور عبد الله علي أبو السعود ليقدم لنا ورشة تدريبية بعنوان استراتيجيات تدريس التربية الإسلامية في سياق التعلم الهجين. ضيفنا اختصاصي تدريب بمعهد المعلمين، خبير دراسات إسلامية وجودة التعليم، أستاذ جامعي في الدراسات الإسلامية في جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية. حضورنا، نتمنى المشاركة بمداخلاتكم وكافة أسئلتكم ستكون في المحادثة الشات، وسيقوم ضيفنا الكريم بالإجابة عليها في نهاية اللقاء، كما سيتم وضع رابط الحضور في نهاية الدورة قبل نهاية اللقاء. فليتفضل ضيفنا تقديم دورته أو ورشته. تفضل يا دكتور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، أحمد الله حمدا طيبا كثيرا وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله واستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبعد، شكرا أستاذ راشد على هذا التقديم، شكرا لإدارة التدريب ولوزارة التربية والتعليم على إتاحة هذه الفرص للقاء بزملائنا المعلمين وبزملائنا أولياء الأمور وبالمجتمع المحلي، وإقامة مثل هذه المنتديات والمؤتمرات والملتقيات التي لها النفع الكبير إن شاء الله. أرحب بزملائي المتدربين المشاركين معنا في هذه الورشة التدريبية التي نسأل الله عز وجل أن تكون مجلس علم ينتفع به، وأن يكون عملنا خالصاً لوجهه الكريم. بداية إخوتي وأحبائي، بالنسبة لاستراتيجيات تدريس التربية الإسلامية في سياق التعلم الهجين، ينساق هذا الأمر على كثير من التخصصات، فقد يكون البعض جالس معنا تخصص اللغة العربية يستطيع أن يطبق مثل هذه النماذج، أو من التخصصات الفلسفية الأخرى كالدراسات الاجتماعية، أو حتى من التخصصات العلمية، يعني إن شاء الله الفائدة تعم الجميع. ولا بد بداية من أن نحدد ضوابط لجلستنا. كل منا سيتفاعل إن شاء الله عبر المحادثة، سيكون هنالك أنشطة كثيرة جدا، سيكون هنالك تطبيقات، نريد من الجميع التفاعل إن شاء الله. أكيد كل منا له رأي، فنحترم الرأي والرأي الآخر إن شاء الله. هنالك كثير من إن صح التعبير التفاعلات والخواطر التي نريد منكم أن تشاركون فيها عبر الأسئلة، سواء كانت على الشات أو على المايكروسوفت أوفيس أو حتى على المينيميتر الذي قمنا بإعداد بعض البرامج عليه، أو بعض التطبيقات التي سترونها إن شاء الله. نرجو من الجميع عدم مغادرة الجلسة إلا بعد انتهائها، وشكر الحضور، ونؤكد على ضرورة تعبئة الرابط قبل المغادرة لاحتساب الساعات التدريبية. دكتور، تفضل أستاذي، لو تشارك بس الشاشة عشان تكون أكبر وأوضح الشاشة. أبشر. شكراً دكتور. حياكم الله. أهداف جلستنا زملائي وزميلاتي الكرام أن نوضح مفهوم التعلم الهجين بشكل صحيح، والمقصود بكلمة بشكل صحيح لا أنه البعض يعرفه بشكل خاطئ، لكن في سياقه، والمقصود في سياقه في سياق التعليم، لأننا سنتطرق إلى كثير من التعريفات وكثير من الأفكار في سياق التعلم الهجين. ثم نوضح استراتيجيات تخص ذلك في مباحث التربية الإسلامية، قرآن كريم، حديث نبوي شريف، عقيدة إسلامية، سيرة نبوية، فقه إسلامي، أخلاق، قيم، كل هذا سنشير إليه. وفي النهاية سنقدر أهمية تطبيق استراتيجيات التعلم الهجين في التعليم. وهنا لابد من تنويه مهم جدا قبل الخوض في غمار هذه الورشة. قد يظن ظان أن التعلم الهجين هو وليد اللحظة، بمعنى أنه بسبب الجائحة، وهذا التفكير مجتزأ أو مغلوط بعض الشيء. لماذا؟ لأن التعلم الهجين كان ولا يزال وسيبقى موجودا، ولكن زادت فترته وزادت قيمته وزادت الحاجة إليه وزادت نسبته إن صح التعبير في هذا الحدث الجلل الذي اجتاح العالم، ألا وهو جائحة كورونا. لكن نحن منذ سنوات طوال ونحن ندمج التكنولوجيا ونعطي الطلاب ما يسمى بالتعلم الذاتي، ونقدم ما يسمى بالواجبات البيتية، فهذا كله
في صميم التعلم الهجين، لكن الآن نريد أن نعرفه ونضبطه بإجراءات تناسب الواقع. فهذا من باب تقدير أهمية الموضوع والإشارة إلى أنه كان وما زال وسيبقى موجوداً حتى بعد انتهاء هذه الجائحة. زملائنا الكرام، أريد بداية عبر التشات وهي أسرع طريقة للتفاعل بيننا وبينكم أن نذكر اسمنا وآية تشعر أنها قريبة إلى قلبك، ولا لا ضير من كتابة مسماك الوظيفي إن أردت وإلا فلا، لا ضير، لكن أريد منك بداية لكسر الجمود وللتعارف أن نذكر الأسماء ونذكر آية قريبة إلى القلب، ومن أراد أن يشير لماذا يحب هذه الآية فله ذلك، لكن أرجو من الجميع التفاعل وأنا سأقوم بقراءة ما تكتبون وأضع عليه بعض الومضات وإن صح التعبير اللطائف التي نسأل الله أن ينفعنا بها. فالقرآن الكريم مائدة كل علم إن شاء الله. الآن إن شاء الله سأفتح للتشات وأرى ما تكتبون، فأرجو من الجميع التفاعل، مشكورين، جزاكم الله خيرا. نعم، نرجو من الجميع التكرم بالمشاركة لنأخذ من لطائف ما تكتبون إن شاء الله. جميل، عندنا الأستاذة بدرية تقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جزاك الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا دائما مطمئنة بذكره، وأعلى الذكر وأسمى الذكر ألا وهو كلام الله وهو القرآن الكريم. فهذه الآية حقيقة تجعل الإنسان أيما اضطرب أن يبدأ بقراءة القرآن الكريم، لا شك ولا ضير أنه سيسكن بذلك. الأخت أسماء تقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. جميل، شكر الله لك أختي أسماء. إذن من يؤمن بالله يقينا صادقا يهدي قلبه، عليك أن تكون متيقنا أن الله عز وجل معك، فقلبك سيهدى إن شاء الله. أيضا، هل من مشاركات إلى الآن؟ فقط أستاذة أسماء وأستاذة بدرية. جميل دكتور. عندنا وسام يقول: الحمد لله رب العالمين. الأستاذة صالح مشاركة منها. الأستاذة فاطمة تقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، عليها لطيفة سريعة جدا. قال العلماء: لن يغلب عسر يسرين. لماذا؟ لأن تكرر العسر بأل التعريف، والتعريف يفيد التخصيص، إن مع العسر يسرا، ثم جاء اليسر نكرة فدل على، والنكرة تدل على التعداد، المعرف محصور والمنكر معدد، فكأن الله عز وجل يقول: إن حدث معك أمر عسير فإني سأجعل له مخارج كثيرة ويسرا كثيرا، إن مع العسر المحدد يسرا عامة، إن مع العسر نفسه المحدد يسرا آخر، فأكيد الله عز وجل سييسر أمورنا جميعا. الأخت كوثر تقول: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. الله عز وجل يتحدث بصيغة العظمة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله أن نكون كذلك يا أخت كوثر، نسأل الله أن يجعلنا ممن يتولى، نسأل الله أن يجعلنا ممن يتولى ويطمئن قلوبنا بمثل هذه الآيات، شكر الله لكم. عندنا زميل يقول: الحمد لله رب العالمين، ألا وهو وسام. الحمد لله دائما، الحمد لله على كل حال، وهذه بداية القرآن الكريم، وهذه عقيدتنا، وهذه نقرأها في كل ركعة من صلاتنا، الحمد لله. الأخت هدى تقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والله هذه يا أخت هدى بتخوفنا، خاصة احنا أهل الشريعة، وبتوقع ثلثين اللي جالسين الشيخ راشد من جماعة التربية الإسلامية، فيعني حقيقة نسأل الله عز وجل أن يجعل أفعالنا خيرا من أقوالنا، وأن يجعل نوايانا خيرا من أفعالنا، فلا بد أن نصحح النوايا وأن نطبق قبل أن ننطق، شكر الله لكم. وئام: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الأخت وئام معلمة تقول: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهذه فرج، فكأن الله عز وجل، ولعل دائما حرف ترجي في اللغة العربية، لعل
حرف ترجي، والترجي مرجو الأداء، يعني بمعنى أنه سيحدث بإذن الله، وليت أداة امتناع وتمني في الأغلب لا يحدث، فلعل الله يحدث أمرا فيها فرج كثير. زميل إن يقول: وهدوا إلى الطيب من القول، نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل دائما، جزاك الله خيرا. أخونا ربيع يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ولاحظوا من هنا من بعض العلماء يقول هي للجنس، وبعض العلماء يقول هي للتبعيض، فكأن الله عز وجل يقول لنا في هذه الآية: كل ما يعتريك ويحتويك من النعم فهو مني، حتى النعمة الواحدة أجزاؤها فمني، جزاكم الله خيرا. طبعا يعني نكسر الجمود إن شاء الله، وأكرمك الله يا أخت فاطمة، أكرمك الله يا أخت فاطمة، نكسر الجمود بمثل هذه اللطائف القرآنية، وهدفنا بعد ذلك أن ندخل إلى ورشتنا، فلا نستطيع أن نطيل، ونبدأ بسم الله ونكبر الشاشة كما أمرنا أخونا الأستاذ راشد. أهمية الموضوع في دولة الإمارات العربية المتحدة، لنشاهد معا هذا الفيديو وبعد ذلك نعلق عليه، فجهزوا تعليقاتكم حفظكم الله. في خطوة منها لتخطي تبعات أزمة كورونا، طرحت وزارة التربية والتعليم نظام التعليم الهجين ضمن المدرسة الإماراتية الذكية بدءا من العام الدراسي المقبل، وذلك ضمن عدة سيناريوهات تتضمن آلية ساعات العمل والدراسة وعدد الحصص المخصصة لكل مرحلة من مراحل الدراسة. صباح الخير جميعا، لقد خصصت لكم درسا في مادة الرياضيات. اتخذت وزارة التربية والتعليم منحا جريئا في ظرف عصف وباء كورونا المستجد بالعالم، كان ذلك عبر قرارها باستكمال منظومة التعليم عن بعد، والتي وصلت نسبتها 100% في جميع المراحل الدراسية، تواصل من خلالها طلاب العلم من بيوتهم مع معلميهم عبر العالم الافتراضي والشبكة العنكبوتية الانترنت، ذلك استنادا للبنية التحتية التي تتمتع بها دولة الإمارات، والتي بدورها ساعدتها على اتخاذ هذا القرار الجريء. أدت هذه الخطوة إلى طرح 4 سيناريوهات مرنة لوزارة التربية والتعليم ضمن المدرسة الإماراتية الذكية للدوام المدرسي، والتي ستبدأ من العام الدراسي المقبل 2020-2021، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب والطاقم التعليمي وديمومة منظومة التعليم في الإمارات، على أن تكون نسبة الحضور في المدرسة 70% مقابل 30% للتعليم الإلكتروني، كما ستكون ساعات العمل والدراسة ما بين 5.5 ساعات و6 ساعات. والله أنا أشوفه يعني خيار لابد منه، يعني ما في حل ثاني، وولياء الأمور يعني يحس تعبوا يعني في هالموضوع. أنا بقول إنه التعليم عن بعد شيء كتير بيحسن على الوضع اللي فينا هلأ. التعليم عن بعد أحسن عشان يعني يكون يعني مكان مريح، نجلس مكان مريح ومكان يعني يعني سيفر. أنا أشوف التعليم عن بعد حلو، لأن يعني يخليش تدرسين أكثر ويعني you can do it more. رأي مناسب وأحلى عن التعليم في المدرسة. تقدم دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به عالمياً في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم، وذلك استجابة لكافة المتغيرات العالمية والتحديات الناشئة، حيث تعتبر التعليم هو جواز السفر للمستقبل، فالغد ملك لأولئك الذين يعدون له اليوم. نعم زملائي وزميلاتي، إذن أشرنا أن دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها السبق في مسألة التعليم عن بعد في جائحة كورونا، وأثبتت نجاحها الجميع، بقي متصل معلما وطالبا الجميع بنسبة ما يقارب 100%، اكتسب المعرفة من الطلبة، حدثت الثانوية العامة وتخرج الطلبة، والآن نحن في مرحلة جديدة لا بد أن نغتنم وأن نستفيد مما مر بنا من تجربة، ألا وهي التعلم عن بعد. فكان لا بد من التآلف والتوافق ما بين التعلم المباشر والتعلم عن بعد، وهو ثمرة نرجوها ونطلبها، لأن الطالب هو المحور وهو الذي سيكون على عاتقه مزيدا من البحث. فكان فكرة التعلم الهجين الذي ينادي به العالم جميعا
وهنا نبدأ بنشاط مطروح، هل يمكن مراعاة اختلاف أنماط الطلبة في حال مثل هذا التعلم؟ أريد منكم الإجابة على عن طريق هذا الرابط، فمن أراد أن يمسح أضع لكم الرابط في الشات، لكن أريد الإجابة بتفصيل، يعني لا أريد أن يقال نعم أو لا، نعم من خلال كذا أو لا من خلال كذا، فأرجو من الجميع المشاركة. طبعا أستاذي أنا الآن بدي أحط لهم الرابط على الشات، وأرجو منكم تكرما تصدير الرابط للزملاء حتى يشاركون آراءهم. وأكبر الصورة الآن أستاذ راشد، فمن أراد أن يمسح مباشرة عبر الماسح الضوئي فله ذلك، ومن أراد أن يأخذ الرابط من الشات ويجيب عليه فله ذلك. هذا تطبيق المايكروسوفت أوفيس 365 على أساس إن شاء الله نقرأ إجابات معلمينا ونقرأ أسماءهم ونعززهم إن شاء الله. أرجو من زملائي في الإخراج تصدير الرابط للمشاركين ليقوموا بتعبئة الاستبانة السريعة، هي عبارة عن سؤال أو سؤالين. أستاذ راشد تكرما صدرتم الرابط. دكتور وين حطيت الرابط لو سمحت؟ حطيته على الشات وصدرت لك اياه، موجود الان باسم عبد الله السعود. موجود استاذ. شكر الله لكم اختي، شكر الله لكم. صبرنا يا للمعلمين فقط، وانا الان من اراد ان يمسحه بالمسح الضوئي فله ذلك. كيف لنا أن نحقق الدافعية؟ كيف لنا أن نراعي اختلاف الطلبة في أنماط تعلمهم في التعلم الهجين؟ هذين السؤالين أريد إجابة بجملة على كل سؤال منها، وجزاكم الله. من أراد أن يكتب أكثر من نقطة فله ذلك. الآن أنا أدخل إن شاء الله المايكروسوفت أوفيس لأرى إجاباتكم. جميل عدد المشاركات، طيب والأعداد وافرة بفضل الله عز وجل. عدد من شارك في هذا الجواب إلى الآن 81 شخص، 82 شخص، جميل شكر الله لكم. الأعداد تزيد، 84، 85. آخر المشاركين أيمن وموزة وعلياء جزاهم الله خيراً. سأقوم بتصدير الإكسل وأقرأ بعض إجاباتكم إن شاء الله. نريد بعض الأفكار التي تنفعنا وتفيدنا في مسألة إيجاد الدافعية لدى الطلبة في دمج التكنولوجيا في التعليم، وكيفية مراعاة أنماط التعلم والفروق الفردية لدى الطلبة. الآن الإكسل بين ظهرانيكم، بسم الله، أكيد الصورة طالعة. سأبدأ من الأسفل. أستاذ أيمن يقول إجابة على السؤال: نعم نستطيع ذلك لأن الطلاب لهم مستويات مختلفة، وبالتالي يجب توفير أكثر من أسلوب واستراتيجية في مادة الطرح. إذن هو يرى أننا نستطيع دمج الطلبة. وبالنسبة للسؤال الثاني، ما هي الاستراتيجيات؟ يقول نعم من خلال أسئلة التفكير الناقد أو التعلم وفق التعلم باللعب. جميل. الأخت نورة بتقول نعم نستطيع أن نراعي الفروق الفردية من خلال التحفيز والمكافآت، ونستطيع دمج الطلبة من خلال التقنيات المختلفة، جزاك الله خيرا. الأستاذ روضة الكعبي تقول نعم أستطيع أن أراعي الفروق الفردية وأنماط التعلم من خلال اتباع استراتيجيات تدريس مختلفة. طبعاً خطأ الإملائي مغفور إن شاء الله. الأستاذة عائشة تقول نعم من خلال اتباع البرامج التي تخدم هذا التعليم، جزاك الله خيراً. الأستاذة بدرية تقول أستطيع
أن أراعي الفروق الفردية بين الطلبة وأنماط تعلمهم من خلال تنويع الاستراتيجيات وإشباع ميول الطلبة. فالحركي أضع له نشاط حركي وهكذا حسب الذكاءات المتعددة. شكرا لك. وتقول أستطيع أن أفعل التعلم بالتكنولوجيا من خلال الذكاءات المتعددة من أنشطة تناسب التعلم الهجين. كلامك جميل، شكرا لك. أسماء الخصاونة تقول نعم نعم. الأستاذة أو الأستاذة أو الأستاذ أغيد، أستاذ أغيد يقول نعم أستطيع أن أدمج الطلبة باستخدام أساليب متنوعة، وأستطيع أن أراعي الفروق الفردية باستخدام أدوات تناسب التعلم عن بعد أو التعلم الهجين. إحنا نريد أن نركز على التعلم الهجين وليس فقط عن بعد كبعض المسابقات. شكرا لك. عندنا الأستاذة عائشة سعيد تقول نعم أستطيع أن أدمج الطلبة من خلال التحفيز، من خلال تحقيق التعلم أو التعليم المتميز، وتقول أستطيع أن أراعي الفروق الفردية من خلال الأنشطة التفاعلية التي تشجع وتشحذ همم الطلاب. شكرا لك. عندنا الأستاذة رابعة المنصوري تقول نعم أستطيع أن أدمج الطلبة من خلال إرسال أنشطة متنوعة بمستويات مختلفة، وأستطيع أن أراعي الفروق الفردية من خلال التعلم الفاعل. طبعا أنا لا أريد أن أطيل في نشاط معين، لكن نظرنا إلى ما يقارب 10 أو 15 إجابة من إجاباتكم الجميلة. شكرا لكم، شكرا لمن شارك. العدد المشاركين ما شاء الله الآن 142 شخص، فهذا إن دل على شيء يدل على التفاعل، جزاكم الله خيرا. الآن بعد هذا النشاط ننطلق إلى توطئة عن أهمية التعلم الهجين، وأؤكد مرة أخرى أن التعلم الهجين لا يحصر في 6 أو 8 أشهر ولا في 6 أو 8 أشهر القادمة، وإنما فكره أن يبقى دائما يفوض الطلبة التعلم، يعطي نماذج من التعلم عن بعد وعن قرب، يعطي مهام للطالب يقوم بها بنفسه ولوحده بإشراف معلمه، ويكون المعلم هو الكوردينيتر أو المنسق لهذه العملية. الكل يعرف أن التربويين قد أجمعوا على أهمية زيادة دافعية الطلبة نحو التعلم، والدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله قد استثمرت التعلم في الفترة الماضية بطريقة جميلة جدا، واستطاعت أن تدمج الطلبة في التعلم الهجين. والآن سنتطرق إلى مفهوم التعلم الهجين بشكل واسع، ثم نخصصه معكم بما يختص في التعلم في الغرفة الصفية أو التعلم الذي يناسب المرحلة التربوية إن صح التعبير، لننظر إلى المفهوم العام والفكر المتطور للتعلم الهجين الذي تنادي به دولة الإمارات، حتى على المستوى الجامعي، حتى على مستوى سوق العمل، حتى على مستوى المؤسسات والشركات. ثم بعد ذلك نريد أن نوجه البوصلة إن صح التعبير إلى التعلم الذي يناسب مدارسنا، فلنصغي لهذا الفيديو. وظائف المستقبل تتطلب تعليم أكاديمي، شهادات علمية، تدريب مهني واحترافي بمؤهلات مهنية، مهارات وظيفية للقرن 21. تعليم أكاديمي، تدريب مهني، مهارات وظيفية، تعليم، تدريب، مهارات، تطرح من خلال 3 مؤسسات أو 3 برامج مختلفة، ولكن لما ندمجهم مع بعض نصل إلى ما نسميه بالتعليم الهجين. التعليم الأكاديمي يضمن للطالب الدرجة العلمية ومتطلباته من ناحية الاعتماد الأكاديمية والأكاديميك ريجر اللي نسميها الصرامة الأكاديمية، كذلك أساليب التقويم الأكاديمي، ويمكن الطالب من استكمال دراسات العليا. في حين مطلب سوق العمل يتطلب أن تكون هناك شهادة احترافية أو مهنية للارتقاء في السلم الوظيفي، وفي نفس الوقت الدمج المسار الأكاديمي والمسار المهني بضمن تعليم هجين أصبح مطلب حيوي في هذا اليوم.
مطلب حيوي لأنه راح يساعدنا في إدراج مهارات القرن الحادي والعشرين ضمن مناهجنا التعليمية، وكذلك من المهم أن نضمن التعلم مدى الحياة. نحن نتكلم عن سوق عمل متغير بشكل يومي، والتكنولوجيا وتأثيرها بشكل كبير. التعلم مدى الحياة أصبح جزء من نظامنا التعليمي وليس في عزلة عنه، لمواكبة التغيرات التكنولوجية والمستقبلية التي تحدث. هل التعليم الهجين هو البديل المناسب؟ جميل زملائنا، الآن بدنا كلياتنا نعطي، طبعا احنا نظرنا الى هذا الفيديو وهو يتحدث عن الرؤية الشاملة للتعلم الهجين الذي يدمج بين التعليم المباشر، بين الخبرات التي يجب على الفرد ان يمتلكها، بين إن صح التعبير التطلعات بأن يكون الطالب سواء الطالب في المدرسة أو الجامعة هو محور البحث والتقصي. الآن أريد منك تعريفا زميلي وزميلتي المعلمة والمعلم حول التعليم الهجين من وجهة نظرنا كتعليم مدرسي أو كمؤسسة تربوية. من خلال هذا الرابط سواء المسح الضوئي أو ما سأضعه لكم الآن، على أرجو من الجميع المشاركة بتعريف التعلم الهجين المدرسي أو إن صح التعبير بما يختص في المدارس. طبعاً هذا تكرماً زملائي في الإخراج، مشاركة الزملاء للرابط، ثم بعد ذلك أنا سأفتح لأرى مشاركاتهم. فقط بالضغط على الرابط وأعطني تعريف للتعلم الهجين بجملة أو بجملتين، مشكوراً غير معذور إن شاء الله. سأدخل لأرى إجاباتكم الآن. جميل، مشاركات إلى الآن 55. سأقرأ من الأسفل: توفير التعلم للجميع سواء في المدرسة أو إلكترونيا. أشكرك. التنوع في التعليم مع مراعاة الفروق الفردية، صحيح. والتعلم الذي يجمع بين الجانبين الأكاديمي والاحترافي، شكرا. والتعلم الذي يدمج التعلم الواقعي بالتعلم عن بعد ويحقق مخرجاته، شكرا. والدمج طريقة التعلم المباشر في الصف والتعلم عن بعد في أي مكان، شكرا. التعلم الذي يدمج بين التعليم المباشر في المدرسة والتعلم عن بعد باستخدام نفس التقنية والاستراتيجية، من نركز على مسألة في آن واحد، شكرا لمن كتب في آن واحد. الكفاءات المهنية، فكرة. دمج التعلم في المدرسة والمنزل مع بعضهما البعض، جميل. عبر قناتين في المدرسة وعن بعد في برامج حديثة. توفير التعلم للجميع inclusive education، هذا شيء مهم جدا إن شاء الله سنتطرق له الآن بإشارات بعد قراءة ما أدليتم به. 88 مشاركة، جميل. القدرة على إيصال المعلومة لكل متلقي حسب مكانه والإمكانية المتوفرة. هو التعلم المستمر، جميل. التعلم الذي يربط التعلم المباشر بالتعلم الإلكتروني، أفكاركم جميلة جدا، تصب كلها في نفس الشيء. التعلم باستخدام استراتيجيات مناسبة للمرحلة العمرية والموضوع الذي يدرس. هو تعليم مبدع بهدف المشاركة المتنوعة بين الطالب والمعلم والقيادة الموزعة بينهما، أشكركم. الخلط بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد، نمط جديد ومختلف عن النمط السابق، الجمع بين التعلم الواقعي والتعلم عن بعد، مشاركات جميلة وأفكار جميلة. يعني أشكر من قال الاستدامة من أجل استدامة عملية التعليم والتعلم، أنواع مختلفة من التعلم من أجل استدامة عملية التعليم، شكرا لمن أشار إلى هذه الإشارة. مزج بين التعليم المتزامن وغير المتزامن، شكرا.
جميل، نكتفي 100 مشاركة. شكرا لمن شارك وأشكر من سيشارك، شكرا لكم جميعا. نعود الآن إلى ورشتنا سريعا مع التنويه لبعض الملاحظات التي أشرتم إليها. زملائي الكرام، بداية شكرا لمن قال التعلم للجميع. نحن نريد الجميع يتعلم، بمعنى كل شخص من الجميع، فكل طالب سيأخذ معرفة جديدة تتناسب مع مستواه، تتناسب مع مرحلته. فالطالب الذي هو يعد من الضعفاء في التحصيل الأكاديمي، يجب علي أنا كمعلم أن أسعى جاهداً لإضافة بصمة على مستواه العلمي، حتى وإن كان هو متدني في تحصيله العلمي، لكن لا يغفل جانبه. أيضاً نركز بالنسبة لاستدامة التعليم في التعليم الهجين، لا يقصد أن أعيد الدرس مرة ومرتين وثلاث، فأدرس الدرس في البيت للطلبة الذين في البيت، ثم أدرسه للطلبة الذين في الصف. المقصود أن أمتلك استراتيجيات معينة أستطيع من خلالها أن أدرس الجميع معا، هذه واحدة. بمعنى أنا عندي الآن كفايات تقنية، أستطيع من خلالها أن أشاهد الطلبة عبر التقنيات وأن أشاهدهم في الصف في نفس الوقت، فأقدم النشاط للطلبة مباشرة اللي هو نصف الصف الموجود عندي، وأقدمه في نفس الوقت عبر تقنيات وأفكار محددة للطلبة عبر المايكروسوفت تيمز مثلاً أو عبر التقنيات. فالمقصود أن أستطيع أن أدمج الطلبة جميعاً، سواء كان حاضراً عندي في الصف أو كان في بيته، بطريقة أو بأخرى سنشير إلى أمثلة على ذلك إن شاء الله. سريعاً، تعريف التعلم الهجين: شكل من أشكال التعليم القائم على المزج بين التعلم وجهاً لوجه والتعلم باستخدام التقنيات، وذلك عن طريق الإنترنت أو الفيديوهات أو اشتراك الطلبة بمواد تعليمية أو ما يسمى بالتعلم الذاتي. فأدمج الطلبة جميعاً بغض النظر عن مكان وجودهم. هنالك مسميات للتعلم الهجين، منها التعلم الخليط، التعلم المتمازج، التكاملي، المدمج. فأظن أن هذه المسميات كلها تصب في نفس الهدف، وهو أن نكسب جميع الطلبة معارف ومهارات وقيم بغض النظر عن مكان وجودهم وقت التعلم. على التشات، بديش أرجع للمايكروسوفت أوفيس، بدي مباشر على التشات: ما هي الاحتياجات، المهارات التي يجب أن يمتلكها سواء الطالب أو المعلم في سياق لتقديم التعلم الهجين؟ يعني السؤال بضع على الشات وجاوبوا على الشات مباشرة. بدي الاحتياجات التي يجب أن يمتلكها كل من المعلم والطالب لتحقيق التعلم الهجين. إخوتي في الإخراج تكرما صدرونا يا السؤال، وأنا سأقرأ الإجابات مباشرة من الشات. ما هي الاحتياجات لتطبيق التعلم الهجين سواء من المعلم أو من الطالب أو من البيئة المدرسية؟ أدلوا بدلوكم زملائي المشاركين، بارك الله فيكم. نستمع إلى الإجابات إن شاء الله المكتوبة على الشات بجمل قصيرة جدا. ما هي الاحتياجات التي يجب أن يمتلكها المعلم، يجب أن يمتلكها الطالب، وهكذا؟ أنتظر إجاباتكم. بالنسبة للحضور من آخر شوية، خلينا نجاوب سؤالنا وبجاوبكم شو اسم الدورة وشو اسم الدكتور، لكن الآن تكرما نجاوب السؤال ومنرد نضع الرابط. أبشروا. استراتيجيات، اسم الدورة اللي بيسأل عن اسم الدورة الأخت مريم: استراتيجيات تدريس مباحث التربية الإسلامية في سياق التعلم الهجين.
واسم المحاضر عبد الله ابو سعود، دكتور عبد الله ابو سعود. لكن تكرما إجابة السؤال، ونضع وقت إن شاء الله ل نضع وقت لتعبئة الاستدانة إن شاء الله. باقي معنا نصف الوقت. طيب الجميع انشغل الآن بتعبئة الرابط، والوقت إذا همنا سأشير إليها سريعا، مع أنه الأصل أنتم اللي تشاركوا، أنتم اللي تعطونا إياها. زملائنا سريعا، المتطلبات التي يجب أن يمتلكها كل من المعلم والطالب لتحقيق التعلم الهجين، هنالك متطلبات تقنية ومتطلبات بشرية. أما التقنية فهي ما توفير البنية التحتية والأدوات اللازمة لتحقيق هذا التعلم. أما طبعا مثل الصفوف سواء كانت الافتراضية أو المباشرة، امتلاك المهارات على تقديم ألعاب فيديوهات غير ذلك. المتطلبات البشرية عنصرين، العنصر الأول المعلم والثاني الطالب. المعلم يجب أن يكون لديه معرفة كافية في هذا التطبيق، لديه قناعة، لديه رغبة في التطبيق، لديه قدرة على التواصل، على التفاعل، على التعامل بشكل صحيح مع المواقف التعليمية. أما الطالب فلا بد أن يكون قادراً على استخدام هذه التكنولوجيا. ونحن في دولة الإمارات فضل الله عز وجل استطعنا أن نثبت أن جميع الطلبة يستطيع قيادة إن صح التعبير هذه التقنية، من خلال دخول جميع الطلبة على المايكروسوفت تيمز، وإعداد يعني إن صح التعبير جهاز لكل طالب يستطيع من خلاله أن يشاهد الدروس كاملة، وأن يدخل صفه الافتراضي، وأن يحضر جميع الحصص. فالطالب لديه امتلاك للتعامل، يعني كفاءة للتعامل مع التقنيات، والمعلم كذلك. فبقي أن نشحذ الهمم، أن نزيد من الرغبة، أن يكون معلمنا على قدر هذه الأمانة التي وكلت إليه، ونستمر بذلك. من التقنيات التي تدمج ما بين التعلم إن صح التعبير المباشر والتعلم الهجين، في مادة التربية الإسلامية سأبدأ الآن بها، وسأتحدث عن مشاركتكم الآن. أريد من الجميع المشاركة في هذه اللعبة التي سنلعبها معا، وهي تختص في الفقه الإسلامي، ولنشاهد كيف سيكون التفاعل. جميل جدا، سواء كان الطالب أمامي في الصف بدخوله على الرابط، أو في صفه أو في بيته في نفس الوقت، لننظر في الفقه الإسلامي حتى أسئلة إن صح التعبير ستكون ممتعة للمعلم. أرجو من الجميع، من جميع معلمينا، الدخول إلى هذا الرابط الذي هو بين أيديكم، رابط واتشات. سأضع الرابط في التشات، أرجو من الجميع الدخول. سيظهر عندي كم عدد الدخول إن شاء الله قبل أن أبدأ اللعبة. الآن تكرما فقط الدخول على هذا الرابط، والرقم السري صدرونا يا إخواني أخواتي في الإخراج، الرقم السري 681476، 681476. أكتب لكم برضو الرقم السري 681476. تكرما صبرونا ياهن، الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير يا أخت هنادي، شكرا. الآن أرجو من الجميع الدخول، زملائي وزميلاتي، لننظر ونشاهد كيف سنتفاعل مع هذه اللعبة. إلى الآن لم يدخل أحد، مبين عندي عدد الدخول، وعندكم الآن ببين، والأسماء تظهر. أرجو من الجميع الدخول بالضغط على الرابط ثم إدخال الرقم السري. ممتاز، الآن دخلت فاطمة، ممتاز، دخلت بدرية وقروة، دخل معن، دخل طه، إلى الآن سبعة. أستاذة صالحة دخلت، ضياء دخل، خولة دخلت، جميل، شامة، سمية، أمينة، روضة، 16 إلى الآن، مريم، سارة، أليا، عليا دخلت، يلا 19 إلى الآن. يعني بدنا يكون فيه يعني إن صح التعبير تنافس. أسئلة ستوضع بين يديكم، سواء كنتم داخل الغرفة الصفية أو كنتم في البيت، وتجيبون عليها ويتفاعل الجميع. فأكرر، في التعلم الهجين لا يقصد أن يعاد الدرس مرتين في نفس الوقت، يستفيد الجميع.
في نفس الوقت المعلم يشرح الدرس مرة واحدة، ولكنه يمتلك أفكار لدمج الطلبة جميعا سواء كان في بيته أو في صفه. أحمد، سميرة، جميل. العدد عندنا الآن 40، 41، 44. طيب، حتى لا يسرقنا الوقت سأبدأ باللعبة إن شاء الله. شكرا لكم. 50. طيب، 50 واحد، ممتاز. الآن نرجع إلى الجميع إجابة الأسئلة ونقول بسم الله. المركز الثالث لا أستطيع أن أقرأ الاسم جيدا. خامس أو شيء زي هيك. طيب زملائي الكرام، انظروا كيف لنا أن نندمج ونحن معلمين في مثل هذه التقنيات. فالطالب من باب أولى، نفس الدرس اللي عمالي بحكي فيه عن الصيام اللي فيه مفروض وفيه مكروه وفيه مباح وفيه مسنون وفيه حرام مثل يوم العيد، هذه المعلومات أفعلها. فإن كان الطالب أمامي في الصف أو إن كان الطالب عبر شاشة التيمز، أستطيع أن أبث له مثل هذا التقييم. هذا الموقع الذي وضعت رابطه بين يديكم، هنالك الكاهوت مثله أيضا، وهنالك مواقع أخرى نستطيع أن ندمج الطلبة تقنيا من خلالها. ولا أريد أن أطبق لعبة، لكن أريد أن أطلعكم على موقع آخر قمت بتطبيقه على الحديث النبوي الشريف. يعني انظروا إلى هذا الموقع، هذا الموقع اسمه وورد وول، تستطيعون الأخذ منه أيضا، ويعطيكم التطبيق بأشكال مختلفة. يعني تستطيع، يعني انظر هنا الحديث المرفوع والمذقوف والحسن والضعيف والمقطوع، ونقول للطالب اختار، وعندما يختار ستظهر لنا النتيجة. سأقوم بالاختيار عشوائيا لأرى ما هي الإجابات الصحيحة التي حدثت عندي وما هي الإجابات الخاطئة. أرسل الإجابات لأنظر، إجاباتي كلها خاطئة لأنني اخترتها بطريقة عشوائية. لو أردت أن أكرر هذه اللعبة وأختار بدقة نوعا ما، لعل الإجابة تكون يعني أصح، لكن الشاهد من الكلام بهذه الطريقة يظهر لي الإجابات ويكون هنالك عندي ترتيب للأعداد. يعني مثلا إذا شارك 10 طلاب سيكون هنالك ترتيب للأعداد، وهنالك أشكال مختلفة لتقديم مثل هذا السؤال. انظروا إلى هذا الشكل مثلا، هذا شكل آخر لنفس اللعبة ولكن بشكل آخر. لاحظوا اسم الخادم الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البستان مثلا، عداس، نضع كلمة عداس مثلا،
العنب، هذا درس الطائف، انظروا كيف هذا التطبيق على درس من السيرة النبوية مثلا، ونرسل الإجابات. أنا اخترتها بطريقة عشوائية لننظر كم إجابة عندي صح. هو عداس المثال الذي قرأته الوحيد، فيعطيك أن عندك إجابة صحيحة واحدة فقط، وهكذا. ولها أشكال هذه الألعاب. إذن أول شيء ممكن نستخدمه التقنيات في تطبيق هذه، يعني إن صح التعبير، في تطبيق التعلم الهجين. الآن أتحدث عن استراتيجيات داخل الغرفة الصفية. الاستراتيجية الأولى التي سأتحدث عنها سريعا في آخر خمس دقائق، سأتحدث عن استراتيجيتين أو ثلاث غير ما ذكرنا، ألا وهي التناوب، بمعنى أن الطلبة جزء منهم في الصف وجزء منهم في البيت. أريد أن أطبق درس تلاوة وتجويد أحكام النون الساكنة والتنوين. أطلب من الطلبة القراءة أمامي في داخل الصف، وأطلب من الطلبة في المنزل الكتابة مثلا عن طريق التطبيق الإلكتروني، ولكن أريد من الجميع أن يطبق شفويا، فيقرأ أمام الطالب ويقرأ أمامي على المذياع أو على الشاشة الطالب الآخر، وهذا ما يسمى بالتناوب، مرة من داخل الصف ومرة من البيت في وقت واحد، ألا وهي التناوب. الاستراتيجية التي تليها ما يسمى بالتناوب الذاتي، مثلا أقول للطلاب الآن نريد أن نبحث في درس الإسراء والمعراج الدروس المستفادة، الطلبة في داخل الصف يقومون بتدوين بعض الأفكار، الطلبة في البيت يقومون بالكتابة على الشات، فقط الفرق أنني أستمع إلى الطالب من الشات أو أقرأ كلام الطالب من الشات وأقرأ كلام الطالب من الورقة الذي هو موجود أمامي. وهذا طريقة جميلة لتفعيل حتى الطلبة فيما بينهم يتفاعلون، سواء كان في الحجرة الصفية أو في الحجرة الافتراضية. طريقة ثالثة ما يسمى بالصف المعكوس أو المقلوب، وهي أن أفوض مهام سواء للطالب المعكوس أو المطلوب، أي أن الذي يقوم بالمهام بأكثر هو الطالب، لكن أفوض المهام للطالب داخل الصف أو للطالب يأتيني بها إلكترونيا إذا كان في بيته. وضربت مثال على ذلك أسماء الله وصفاته، لو قلنا للطالب ابحث لي عن الآيات التي جاءت بصفة الرحمن الرحيم أو الرحمن، أو اكتب لي معنى الله الغفور، الطالب الذي في الصف سيقوم بمناقشة ومشاركة مباشرة، ويقوم بإجراء حوار، ويمتلك زمام الأمور وكأنه هو المعلم في الشرح وفي التوضيح للطلبة. أما الطالب الذي في حجرته فقد يرسل لي تقريرا أو يقوم بالمشاركة عبر جهاز التيمز. من الاستراتيجيات أيضا التي نطبقها، وأختم بذلك حتى أضع أمامكم المجال الأسئلة، ألا وهو ما يسمى باستراتيجية التعلم المرن. وضربت مثال على ذلك من الحديث النبوي الشريف، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تشتم منه رائحة حسنة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشتم منه رائحة سيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هنالك قراءة للحديث، هنالك شرح للحديث، هنالك تعرف على الراوي، هنالك تعرف على الدروس المستفادة من الحديث. فأنا في استراتيجية التعلم المرن أقوم بتوكيل مجموعات من الطلبة، سواء كانوا أمامي في الحجرة الصفية المباشرة أو في الحجرة الصفية الافتراضية عبر التيمز، يقوم كل مجموعة من الطلبة بتقديم المهمة المقدمة لهم، سواء قراءة الحديث أو التعريف براوي الحديث أو الإتيان بمعاني المفردات والمعنى للحديث أو تقديم ما تم الاستفادة منه أو ما يرشد إليه الحديث النبوي الشريف. فكل مجموعة من الطلبة تقوم بتقديم المهمة التي طلبت منها، سواء كانت بطريقة مباشرة أو طريقة تقنية. أشكر لكم استماعكم. أستاذ راشد الميكروفون معك إذا كان هنالك أسئلة في آخر 10 دقائق. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا دكتور عبد الله على هذا الطرح الجيد. نفتح المجال للأخوة إذا هناك أي سؤال قبل الختام. للتنويه فقط، الاستراتيجيات كثيرة جدا، تطرقنا إلى 5 أو إلى 7 استراتيجيات. الفكرة أن نطبق، و
فقط من باب التذكير أن الاستراتيجيات لا يطلب تطبيقها جميعا في نفس اليوم أو في نفس الحصة، ولكن نطبق ما لا يدرك كله لا يدرك جله. بمعنى نحن يعني هنالك استراتيجيات كثيرة تطبق في التعلم الهجين، لكن نستطيع أن نطبقها على مراحل وفترات مختلفة إن شاء الله. تفضل أستاذي. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر للدكتور عبد الله على هذا الطرح والأفكار المتميزة والأنشطة. حضورنا نتمنى منكم الإفادة، ونتطلع أن نقل هذا الأثر للميدان التربوي، ونشكر لكم حضوركم وتفاعلكم. سعدنا بلقائكم، دمتم بخير ويومكم سعيد. بالنسبة لأستاذي أستاذ راشد، في زميل بيسأل بقول التطبيقات هذه، أنا وضعت على الشات تطبيقات اثنين، من أراد الاستزادة فله أن يتواصل معي وأزوده بالتطبيقات بعض الأسئلة. بالنسبة للأخت أم عبد الله، دكتور ممكن تضع لهم إيميل للتواصل على طول؟ أفضل. الآن نضع لهم الإيميل ونشرف بذلك إن شاء الله. أشكركم. نطلب من الجميع ملء كتابة الحضور في الشات، الرابط موجود، وشكرا لكم على حسن الإصغاء والمشاركة والمشاركة. شكرا. شكرا للحضور جميعا، شكرا لك أستاذ راشد، شكرا لكل القائمين على الملتقى، جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.